أيضا قلنا ينفق فعل مضارع متعد إلى المفعول به، لأن ماضيه أنفق وهو متعد، وهذا همزة التعدية. أين المفعول به؟ نقول ما قلناه في رزقناه، حذف المفعول به ليشمل كل ما ينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير، لأنه لو ذكر لتحدد الإنفاق في ذلك المذكور. عندما نقول ومما رزقناهم ينفقون، ماذا ينفقون؟ ينفقون كل ما يمكن أن ينفق، ينفقون طعاما، ينفقون ماء، ينفقون حبوبا، ينفقون لحما، ينفقون لباسا، ينفقون أواني للفقير، ينفقون خيمة يعيش فيها. يعني قدر ما شئت من المفعول الغائب، لأنك لو حددته لكان الإنفاق محصورا في نوع معين. وهذا مما يدل على أن كل ما ينفع الفقير أو ما ينفع حالة المسلمين عامة، لأن الإنفاق ليس للفقير فقط، قد يكون لمصالح المسلمين عامة أو لجيش المسلمين. فحذف المفعول ليكون عاما في كل ما ينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير.